السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن طريقة إصلاح وصيانة الفانة الخاصة بالبوردة اللي معايا النهاردة، اللي هي الجيجا بايت H61 زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده، والسوكت 1155 بالشكل ده زي ما احنا شايفين قدامنا، والبروسيسور اللي فيها انتل سيليرون جي 1610 زي ما احنا شايفين. طبعا المشكله الخاصه بالبورده ديت ان المروحه بتاعتها يعتبر باظت زي ما احنا شايفين قدامنا، الريش بتاعتها مكسوره والمروحه نفسها ما بتلفش زي ما احنا شايفين كده. فطبعا مع البحث كتير على المروحه ديت ما لقيناش نفس الموديل او نفس النوع، عايز بقى ان انت تسافر مكان تاني في القاهره مثلا او مول بستان عشان تجيبها. فطبعا احنا بقى هنشوف حل مؤقت كده، وهو ان احنا ايه نجيب اي فانه، وليكن الفانه دي مثلا من كيسه اتش بي مثلا زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، من اي كيسه استيراد اتش بي، ونبدا ايه نركبها في فوق الفانه ديت زي ما احنا شايفين كده، بحيث ايه التبريد يوصل للهيكل المعدن اللي هو الالومنيا ده، وبالتالي يوصل للايه البروسيسور لما نركب الايه الفانه. تمام. طيب هنعمل ده ازاي؟ اول حاجه زي ما احنا شايفين ده الكابل بتاع الاتش اللي هو الكي المروحه الاتش بي زي ما احنا شايفين قدامنا كده، وده الكابل بتاع المروحه اللي هي القديمه، احنا طبعا قطعناه زي ما احنا شايفين عشان نبدا ان انا ايه افك ده، علشان السوكت دوت لو جبنا البورده هنلاحظ هنا ايه ان السوكت ده ممكن ما يركبش زي ما احنا شايفين كده، السوكت الاحمر ده ممكن ما يركبش اللي هو بتاع المروحه القديمه، ممكن ما يركبش على ايه على البورده دي. تمام. فعشان ايه يبقى مزيد من الامان هقوم جاي ايه مغير السوكت، هجيب الكابل القديم زي ما احنا شايفين قدامنا كده بتاع المروحه اللي هي البايظه ديت. تمام. وابدا ان انا ايه الحم الفانه زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده، ابدا الحم الفانه اللي هي الجديده مع الكابل الايه مع الكابل القديم. زي ما احنا شايفين في اربع الوان، اللي هو الازرق والاصفر والاخضر والاسود، ومقابل اليوم برضو نفس الالوان زي ما احنا شايفين برضو اللي هو الاسود والاصفر والاخضر والازرق. هنبدا نقص الكابل ده ونبدا نلحمه مع الكابل التاني ده، وعن طريق الشكرتون نعزل كل كابل لوحده، وبعد كده نبدا بقى ايه في عمليه توصيل الكابل ده في المذر بورد، وبعد كده هنبدا بقى ايه في ان احنا نركب المروحه دي فوق المروحه الثانيه، وعن طريق اربع افيز بالشكل ده بياخدوا الشكل ده كده، هنبدا بقى ايه نربط المروحتين مع بعض. زي ما احنا شايفين قدامنا لحمت الكابل بتاع الفانه القديمه مع الكابل بتاع المروحه الجديده ده اللي احنا هنركبها. تمام. ولما جربتها اشتغلت معايا، بس قلت برضو عندي مروحه تانية برضو نفس النظام كده، قلت برضو اجرب الكابل ده مباشر كده من غير لحامات ولا اي حاجه، لو نفع معايا فممكن بقى ايه نتغاضى عن حته ان احنا نلحم الكابل ده، فنبدا نركب الكابل دوت في البورده ونجرب البورده مع بعض. هنبدأ نوصله هنا زي ما احنا شايفين قدامنا اهو، ونبدأ ايه نجرب البورده مع بعض من غير لحامات ولا اي حاجه، لو اشتغلت يبقى خلاص ايه ممكن دي تقبل معاك ان هي تشتغل من غير اي مشاكل. نبدأ نوصل الباور سبلاي ونبدأ نشغل الجهاز زي ما احنا شايفين قدامنا كده. اشتغلت عادي من غير لحامات، فكده شغال برضو وكده شغال زي ما احنا شايفين قدامنا كده، كده شغال وكده شغال زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده. بدأنا ايه نشبك المروحة الجديدة مع المروحة القديمة عن طريق الافيز زي ما احنا شايفين قدامنا كده، وربطنا ايه كل طرف مع بالافيز بتاعه، ادي اول طرف معايا، وادي تاني طرف، وادي تالت طرف، وادي رابع طرف زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده. يبقى كده احنا ايه ربطنا المروحة مع المروحة القديمة، وكده ايه المروحة جاهزة ليه التركيب. هنبدأ بقى نجيب المبرد الخاص بالبروسيسور ونبدأ بقى ايه نركب المروحة ونبدأ نوصلها. هنبدأ نجيب القصافة دي زي ما احنا شايفين قدامنا، ونبدأ نقص الزيادات ديت علشان المنظر يبقى افضل من كده.
هنبدأ نقص الزيادات دي زي ما احنا شايفين، ادي اول طرف معايا والتاني طرف، وبنفس النظام برضو بالنسبة لباقي الاطراف. هنبدأ نجيب المعجون الحراري زي ما احنا شايفين كده، ونحط حاجة بسيطة كده على البروسيسور زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده اهو. نبدأ نحط حاجة بسيطة كده عليه، تمام. نبدأ نوصل المروحة مع بعض زي ما احنا شايفين كده، ونبدأ نضغط على المكابس دي. ادي اول حاجة اهي زي ما احنا شايفين، ادي تاني حاجة، وادي تالت حاجة، وادي رابع حاجة كده. المروحة ركبت معايا زي ما احنا شايفين من غير اي مشكلة. نبدأ بقى نوصل الباور سبلاي ونبدأ نجرب نشغلها مع بعض. زي ما احنا شايفين قدامنا كده، دي المروحة الاصلية اللي مثبتينها على البوردة، ودي المروحة اللي احنا ركبناها بالافيز زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده. هنبدأ بقى ايه نشوف بقى درجة الحرارة الخاصة بالبروسيسور وسرعة الفان. زي ما احنا شايفين قدامنا دي السرعة الخاصة بالفان على حسب المروحة اللي انت مركبها. بقى هنا عندي 1352 RPM زي ما احنا شايفين قدامنا، ودرجة الحرارة الخاصة بالبروسيسور 33 درجة زي ما احنا شايفين، 32 33 ما بتزيدش عن كده زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده كده. وبكده عرفنا اسهل وابسط طريقة لاصلاح الفان الخاصة بمذر بورد جيجا بايت H61. في نهاية الفيديو اتمنى يكون الشرح عجبكم، لو عجبك الفيديو ما تنسوش لايك والاشتراك في القناة. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.